انا من لهنا من عام 84 من اللي تبنى المرش، انا موجود لهنا واقف في البلاصه هذه. مشاكل موجوده اون باغاي في حي هلا من كل شيء، من قله العنايه نتاع البلديه المعتمديه، ما يشاركوكش يعملوا حاجه من روسهم، ما يحسبوكش. تو كيما لهنا مثال مشروع جاو عمناول درسوه، ولا ولت عمناول بعثوا مهندس وعمل القياسات وكذا والاخر وشنو باش يعمل ترى شنو وكذا، عمل مثال ظهر لي هندسي قال فهمتني باش نعملوا ننظفوه شويه يحتاجوا كل شيء. كانت قبل فيه صيانه تامه في العهد القديم، كانت ديما كل ستة اشهر عام يجوا يبيضوه يبدلوا لمبوبات يرجلوا الضوء ويرجلوا كل شيء نظافه وعفافه. تو عندهم من الثوره لتو ما عملوا حتى شيء فيه، جاءوا قالوا رصدوا له ظهر لي 500 مليون ولا ترى قداش تصليح، قالوا باش يطيحوها هم يبنوا فيهم البرة فهمتني. لا قالوا لنا يجاوا شوفوا ها وشنو باش نعملوا ما نعملوش لا حتى شيء. قاعدين هاوكا يبنوا في قنيروات للدجاجة فهمتني، فهمتني ما هو الدجاج يلزموا قنير وهاوكا عملوا لهم قنيروات هاوكا كان شفتوهم انتوما يبنوا فيهم في البطحة، وما نعرفش نحن شنو باش يعملوا لنا بالضبط خضارة. يا باش يعملوا لنا فهمتني فرارش او افرش في الوتا وافرش شكارة وبنك على روحك، ولا ما نعرفش عليهم حكايتهم كيفاش بالضبط. هما ما همش لاهيين به فرد مرة، نحن اصلا نخدموا بلاش ما نخلصوش من الاخر، لا يبعثونا شكون يخلص كل شهر وشهر، ومن بعد تالي يجيك توا عندك بعد تالي كي باش يحضر السوق البرة كل شيء يقول لك يا تخرج يا تخلصني في الكل. انا منين باش نجيب لك الكل؟ ما نخلصكش في الكل. كان شاركتونا من الاول الاراء موجوده والاقتراحات موجوده، 500 مليون اللي باش تصرفوهم الغاديكا باش تبنوا ومن بعد تطيحوهم وباش تطيحوا لهنا وتعاودوا تبنوا، يبنوا بهم لهنا ثم بطحه على اللوتوروت تعود نخدموا من 9 نتاع الصباح النص النهار، نولوا نخدموا من 9 نتاع الصباح النص الليل. بطحة في الشهداء موجودة وال500 مليون مدهم لي تو نبني بهم، نبنيهم لكم ونفضل لكم نضمن لكم نفضل لكم 100. هو الأمانة مع السوق البلدي مع توقع برمجته من 2016 معناتها وقع فيه عدة تعطيلات، معناتها وقت اللي نحن جينا لقينا الميزانية مرصودة زدنا حركنا المشروع، وهو مسألة صيانة راهي للأمانة معناتها ماهوش مشروع اللي باش يقع المناقشة فيه نعملوا سوق جديد ولا ما نعملوش، هذا المشروع قائم معناتها فهمتي ولا وضع الصحي معناتها رهيب، بنايات ما كنتم شفتوه قنوات مسدودة، ما نحكي لكم شحالة معناتها كنا نقول لك أنا كنت دخلنا ليمات ركزنا معناتها عام معناتها عدد اثنين من العملة أنهم فهمتي ولا يدخلوا في السوق معناتها كل أسبوع يقوموا بعملية تنظيف الكامل للسوق، انه كما قلت لك معناتها القناه من برمج معناتها ما نجمش يكون في جلسه تشاركيه معناتها في 2016 15. البنيه التحتيه وما ادراك ما البنيه التحتيه يا سيدي الكريم، عندنا مشكله بتاع سنوات تحت 30 سنه 40 سنه مش تحت 8 سنوات فقط، لا انه يكفي كونه باش نقول لك بالنسبه للبلوعات كبيره الحجم القنوات كبيره الحجم وقع معناتها بنائها من سنه 78، من 78 لتوا لم يقع تسريحها. بكل صدق نقول لك عندنا حوالي شهرين في جويلة أوت بدينا في عملية جهر القنوات خصوصا بالنسبة لحي هلال، ووصلنا ما نعرفش في عيد الشغل اللي فات عملنا لهم جلسة تشاركية خاصة بهم، هو جلسة تشاركية دي بنعملها للمنطقة ككل، تو نهار لحد إن شاء الله القادم عندنا الجلسة بتاعنا المنطقة ككل، وصلنا تلمو عرفنا عندك حي هلال وبير عنيبة عملنا لهم عندنا تصور أنت معناتها في الأماكن ما عندناش خول في الدائرة عندنا قاعة مغطاة عملتها في القاعة المغطاة بتاعنا بتاع البلدية فهمتي أنا غديك، أنه جاو أبنائنا وجاو أبناء المنطقة الحق وتكلموا بصراحة أبناء حي هلال وقت اللي المطر فايضة يشوف الكومبيني بتاع البلدية يدور ويحاول فهمتي ولا ينقص الكارثة ويشوف رئيس الدائرة ويشوف العملة على الأقل يحس كونه مش محقور، هو حقه راه مش عامل عليهم زين، هو حقه مش عامل عليهم زين، لكن هذه حلول ترقيعية ما فماش حل دو باز معناتها حل باش يفسخ هالكوارث هذه.